اليمين الكاذبة والله إني ما فعلت وهو فاعل، أو والله إني فعلت وهو لم يفعل، أو والله أن الأرض هذه أن الفلان اللي محييها فلان وهو كاذب لا يدري عن فلان ولا حدود أرضه، أو يقسم بالله أن فلانا أعطى فلانا كذا وهو كاذب، جاء عند باب المحكمة وعطاه 2000 ريال وقال نبي شهادة، قال أبشر بالفزعة، وفزع له بشهادة كاذبة خائنة فاجرة جمر كلها حرام، ولذلك تقلب عليه حياته جمر ونار. الله جل الله تأخذ حق مسلم بيمين فاجرة. الحبيب أخبر أن من أخذ شبرا من الأرض بيمين فاجرة أتى يوم القيامة مفضوحا، يطوق رقبته من 7 أراضين ولو كانت شبرا، بل ولو كانت قضيبا من أراك، مسواك بريال، لو تشهد أنها الواحد وأنت لست صادق أو أنت ما تدري لكن فزعة عون له، أتيت يوم القيامة تحمل المظلمة، يوم القيامة ويوم القيامة ليس إلا الحسنات. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون إلا الحسنات، قبل إلا أن لا يكون إلا الحسنات. نعود أيها الأحباب إلى اليمين الغموس. إذن إياك أن تخرج من المواقف، ترى بعضنا يحلف غموس كاذب لأنه يبغى يطلع من موقف محرج فيه، يبي يمشي الموضوع، يريد أن يسهل الأمر ويقول ربي غفور رحيم. هو غفور رحيم، لكن ألا حياء من الغفور الرحيم؟ ألا تستحي منه فتعظم الله؟ أنت بعضنا ما يقدر يوصل حقه الذي عندك إذا حلفت. لو أنك أقرضت إنسانا 100,000 وما كتب هذا عليك وذهبت للقضاء فقال القاضي للمدعي ألك بينة؟ قال لا. أعندك شهود؟ قال لا. قال ليس لك إلا يمينه. فلو حلفت على يمين كاذبة فاجرة غمستك في أودية الجحيم عياذا بالله، لأن حق أخوك هذا سيتنازل عنه. بماذا؟ بقولك والله الذي لا إله غيره. احذر يا عبد الله، في محكمة الرياض رجل أراد أن يحلف على يمين كاذب من شريك كان معه أن شريكه لا يملك شيئا، فلما أراد الحلف وضع المحلوف له يده على فم صاحبه قال والله لا تقسم بالله كاذبا، اشهد يا قاضي تنازلت بالحق له حتى لا يحلف صاحبي بالله كاذبا. من تعظيم الله فعظم الله جل وعلا، ونعظم الله في قلوب أبنائنا. بعض أبنائنا لو صدق من اللي كسر اللمبة قال أنا ضربه الأب. عظم الله في قلب ابنك إذا قال أنا، فكافئه على صدقه، لأنه لو لم تصدقه لحلف لك أيمانا بعد ذلك لكي تصدقه. تبدأ اليمين تخف قدرها في نفوس أبنائك.